شيماء جاحظ تبهر متابعيها بجديدها الفني رفقة البنج. صفحة جزائرية تهاجم سعد المجرد وتتهمه بالسرقة. نزهة الركراكي تتلقى هدية من أحد فانزاتها. بعد فسخ خطوبتها بأشهر، أول ظهور لشام الذهبي ابنة أصالة وحبيبها الجديد. محمد عساف: أستشير زوجتي في كل شيء. والآن أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة. تستعد الفنانة الصاعدة شيماء جاحظ لإصدار ثاني كليب لها بعد نجاح أغنيتها الجميلة حبيبي، حيث تعود هذه المرة بديو غنائي مع الرابور البنج، وذلك تحت إشراف المخرج حسن لغروفتي. الفنانة شيماء جاحظ نشرت عبر صفحتها بالإنستغرام تيزر الكليب معلقة قريبا، وإثر نشرها لمقطع الفيديو انهالت عليها التعليقات من طرف المتابعين على الإنستغرام، ومن أبرزهم المخرج حسن لغروفتي الذي علق بإيموجي النار في إشارة إلى أن العمل سيعرف نجاحا باهرا. بدوره نشر البنج عبر صفحته بالإنستغرام نفس المقطع لتيزر الكليب معلقا التالي: قالوا لي مع الفنانة شيماء جاحظ، وبدورنا ننتظر هذا الكليب بفارغ الصبر ونتمنى أن يلقى النجاح المطلوب إن شاء الله، فكل التوفيق للفنانة الصاعدة شيماء جاحظ. صفحة جزائرية تهاجم سعد المجرد وتتهمه بالسرقة. انتشرت تدوينة بأحد الصفحات الخاصة بأخبار الجزائر، تدوينة ادعت من خلالها بأن الفنان المغربي سعد المجرد قد سرق ألحان الأغنية الجديدة الغادي وحده، حيث نسبتها للتراث الجزائري الأمازيغي، الأمر الذي جرى على الصفحة سخط العديد من المغاربة. وجاء في هذه التدوينة والتي تم إعادة نشرها عبر صفحة مغربية خاصة بأخبار الفن والمشاهير: الفنان المروكي سعد المجرد ينجح في إيصال التراث الجزائري إلى العالم، جميل جدا أن يتخاطف الفنانون على غناء التراث الجزائري، الهواريات، الأمازيغ، فخر الانتماء. وإثر نشر هذه التدوينة تفاعل العديد من محبي الفنان المغربي سعد المجرد للرد على هذا الادعاء، حيث علق أحد الرواد قائلا: هواريات نسبة لمنطقة اسمها هوارة في الجنوب قرب تارودانت، يكمس حبلهم فرقة هواري دين هادي. أما المغردة نزهة فقالت: تيبقوا فيا هاد الناس دايرين فحال السعاية حدا باب الجامعة تيتسناو المغرب أش يبان عنده باش يسرقوا ويحطوا عندهم، وأتبعتها بإيموجي الضحك مستطردة: شر البلية هما هاد الجيران اللي بلانا بهم الله. أما جميلة فعلقت: مساكن الله يكون ليهم في العون، شي نهار غيطرطق ليهم العرق. نزهة الركراكي تتلقى هدية من إحدى فانزاتها. نشرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي عبر صفحتها الرسمية بالإنستغرام صورة لها تلقتها من إحدى المتابعات وهي فنانة تشكيلية، والتي رسمت صورة لنزهة الركراكي بالقهوة وعلقت الأخيرة على هذه الصورة: شكرا جزيلا الفنانة فاتي، برافو. الفنانة التي قامت برسم الصورة تدعى فاطمة الزهراء كريمة، وهي رسامة من مدينة وجدة ولديها قناة على اليوتيوب تعرض فيها فن الرسم وتحمل اسم فاتي أرت. بعد فسخ خطوبتها بأشهر، أول ظهور لشام الذهبي ابنة أصالة وحبيبها الجديد. احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بعيد ميلاد شقيقها خالد، ونشرت عبر حسابها الشخصي على الإنستغرام صورة من الاحتفال مع والدتها والعائلة، وعلقت عليها وكتبت: عيد ميلاد سعيد لأول فرحة في حياتي للشاب قلبه من ذهب، أعلم أنني لا أقول هذا كثيرا لكني فخورة بك لأنك مع كل ما مررنا به تمكنت من الحفاظ على قلبك وروحك نقيا مثل الذهب، أحبك يا أخي. وظهر في الصورة خطيب شام الذهبي أحمد هلال يشاركهم الاحتفال بعيد ميلاد خالد. قبل أيام نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة
عبر خاصية القصص المصورة ستوري، صورة ظهرت فيها وهي تحتضن شابا لكن من دون إظهار ملامحهم، فظهر ثنائي مجرد ظل أو خيال. كما نشرت شام في وقت لاحق فيديو قصير ظهرت فيه يده وهي تمسك بيدها في السيارة فيما يستمعان إلى إحدى أغنيات والدتها. الشاب هو رجل الأعمال أحمد هلال، ويعمل كعضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، وهو صديق مقرب لهاني سعيد زوج النجمة ذرة، حيث ظهرت شام وهلال إلى جانب ذرة وهاني سعد في أحد المناسبات الخاصة مؤخرا. وكانت أصالة قد كشفت عن قصة حب وقرب زواج شام الذهبية في حوارها لبرنامج سهرانين مع أمير كرارة، عندما قالت: شام ستتزوج قريبا من شخص أحبه وشعرت أنه على قدر المسؤولية. شام عرفت كيف تختار. محمد عساف: أستشير زوجتي في كل شيء. قال الفنان محمد عساف في برنامج The Insider بالعربي أن حياته أصبحت أكثر هدوءا بعد الزواج، مشيرا إلى أن الله أنعم عليه وأكرمه بزوجته ريم. عساف كشف للإعلامي إيلي نخلة أنه يتفاءل بكل شيء تقوله زوجته، لدرجة أنه يستشيرها بأي صورة يريد نشرها على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه يشاركها في اختيار الأغاني التي يريد تقديمها. محمد عساف قال إنه أسمع زوجته أخيرا العديد من الأغاني، لكن وقع اختيارها على أغنية مرايتك التي طرحها منذ أسبوعين، وكشف أنه يغني دائما معها لكنها لا تتمتع بصوت جميل. وفيما يتعلق بأمور الطبخ، كشف محمد عساف أنهما يتشاركان هذه الهواية، ومع ذلك لقد حرق العديد من الأطباق. محمد عساف عاد وأكد في اللقاء أنه يفضل أن يحتفظ بأموره الخاصة لنفسه ولعائلته، لذا لم ينشر حتى الآن أي صورة له مع زوجته، مشيرا إلى أنه وريم اتفق على عدم نشر حياتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذا الموجز. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.